بالمناسبة أنا كنت بقى أنا النهاردة وأنا بتفرج على صلاح من ساعة ما نزل، عملت حركة ناس طيبين كده غلابة زي حالاتي، اللي هو إيه، صلاح بيضرب السبرنت، رجله بتنزل على الملعب كويس، بيتدخل كويس، في تفاصيل كده إيه، تشيك برافو عليك عشان أتأكد إن هو واتنين أتمت مرة واحدة من غير ما يفكر، فهو ده سليم الحمد لله، سليم 100% بالظبط الحمد لله، مفيش قلق يعني. لا أنا اطمنت أكتر لما خد الكورة في نص الملعب وفضل دايس فيها، ما رضاش إن هو يباص لحد ما كان تشاكا اللي عمل عليه الفاول، في ساعتها قلت بس كده خلاص احتفظ بالكورة تحت رجله، وما كانش مقلق من الدخلة يبقى في خلاص. المنافسة بقى حلوت، ليفربول ومانشستر سيتي فرق نقطة واحدة، والبريمير ليج ولع ولع. خد بالك ان كده بقى الموضوع في ايد ليفربول، يعني طبعًا. قبل تعادل كريستال بالاس مع مانشستر سيتي كان ليفربول محتاج يفوز بكل الماتشات بما فيهم ماتش مانشستر سيتي ويحافظ على فرق الأهداف. الاهداف لصالحه صح. علشان يكسب البطوله في النهايه. دلوقتي لا خلاص، هو ليفربول زي ما هو محتاج اكسب كل الماتشات، كسبت كل الماتشات بما فيهم مانشستر سيتي، انا خدت الدوري خلاص ومليش دعوه مانشستر سيتي هيعمل ايه في الماتشات المتبقيه. بس انا حاسس انه الفريقين هيقعوا، يعني سيتي ليفربول هيقعوا في ماتشات تانية غير الماتش اللي بينهم ده اكيد، اللي فاول ابريل ده اكيد. بص قرعه دوري الابطال يوم الجمعه هتحدد شكل بشكل كبير، وده اللي لو تفتكر يا كريم برضو قلته لك في قبل القرعه اللي فاتت، ان مانشستر سيتي بصراحه انا بشوفه محظوظ قوي في موضوع القرعه ده. يعني تلاقيه مثلا راح يلعب سكر الحوامديه في دوري الابطال، تلاقيه راح يلعب سكر ابو قرقاص في كاس الرابطه. يعني بصراحه ايه رايك لو سيتي اخذ ريال مدريد؟ والله بص يعني بالنسبه لي انا كمشجع بجد بقى كمشجع لريال مدريد انا لسه لابس منهم ليه؟ بص ليه يا اخي بعد عايز اقوله لك بقى، يعني بنزيما ناقص يتشقلب. اللي عايز اقوله لك حاجه واحده بس، ماتش 1 ابريل 1 ابريل ده اللي هو بتاع مباراه سيتي وليفربول، بين ماتشين دور الثمانيه في الشامبيونز ليج، فهي دي فارقه جدا بقى. ممكن يجي لك فريق زي تشيلسي موضوع في الدوري خلصان ومش عايز حاجه، مش فاضل له في السيزون كله غير نلعب على تشامبيونز ليج، فهيبقى في الحاله دي هو قتل نفسه، وانت عندك اهم مباراه في السيزون ما بين الماتشين. ممكن يجي لك فريق زي بنفيكا، فريق اقل خبره ببطوله زي فياريال، فريق مش فورم هايل وانت كسبته قبل كده زي اتلتيكو مدريد. فالحقيقه القرعه فعلا انا هاكد بس على كلمه امير هتخدمك قوي، لان ماتش سيتي بين المباراتين ودي مهمه. مظبوط. وخد بالك ان اللي فاد يا كريم ليفربول الحقيقه، اللي فادوا في ماتش ارسنال واللي فادوا في الماتشات اللي فاتت، انه كان خارج بنتيجه ايجابيه من سان سيرو ضد انتر ميلان. صحيح. فلما رجع في انفيلد لعب براحته، وماتش سيء بالظبط على الواقف وكلهم، ولعب براحته، اللعيبه كلها كانت بتلعب فعلا على الواقف، خلاص هم مش عايزين حاجه من الماتش، فخسر الماتش مش مهم، المهم الدوري، احنا ماشيين كويس بشكل ممتاز في الدوري، وفي الوسط خد كاس الرابطه، فالدنيا كانت ماشيه معاهم بشكل كويس. لكن لو كانت النتيجه مش 2-0 في سان سيرو ما كانش ده خالص، ده اللي خلاهم يبقوا كويسين في ماتش برايتون، وقدروا كام اوفر اصابه زي اصابه صلاح دي، ودي لعيب كبير يعني. طيب احنا اكيد كنا كلنا بنتفرج النهارده على، او غالبيه الناس كانت بتتفرج على ليفربول وارسنال، بس في النص كده واحنا عايشين مع الماتش دوت حصلت مصيبه في تورينو مصيبه فعلا. انا ما صدقت، انا ببص على النتيجه لا مستحيل، هو اليوفي طبعا مش في احسن احواله، بس برضه ما يخسرش على ملعبه من فياريال 3-0. مظبوط. ايه اللي بيحصل في اليوفي رغم ان اليوفي يعني كان بيحاول يتحسن في الاسابيع اللي فاتت عن بدايه الدوري؟ مستحيل مستحيل تصدق يعني. بص هو يوفنتوس بصراحه يعني انا ساعات كتيره ما ببقاش عارف هم عايزين ايه. هم عندهم سوء اداره غريب جدا، يعني هم مشوا أليجري علشان أليجري كان بيحقق نتائج بس ما كانش بيلعب كره حلوه، وجبنا كريستيانو رونالدو عشان كريستيانو رونالدو بقى اللي كسبنا دوري الابطال، فراحهم عملوا بصراحه توليفه مدربين غريبه وعجيبه. فكانت في النهايه انت ولا بتلعب كره حلوه ولا في النهايه بتفوز بحاجه. وبرده نفس التارجت بتاع دوري الابطال، خسرت من اكس، خسرت من بورتو، والسنه دي بتخسر من فياريال. يعني تخيل انت جايب كريستيانو رونالدو يكسبك دوري الابطال، فبتروح تجيب اندريا بيرلو يدرب الفريق. باي عقل باي منطق؟ يعني الراجل كان راح يدرب فريق الشباب في يوفنتوس، فروحت انت جايبه قلت له لا يا معلم احنا مشينا ساري فهنيجي نمسكك الفريق الاول. طب ما انت جايبه اصلا يتعلم في فريق الشباب، فتروح تمسكه فريق انت عايزه يكسب دوري الابطال وفي كريستيانو رونالدو، عايزه يتعلم في كريستيانو رونالدو بالظبط. مش منطقي هلي. تماما طبعًا. وعلشان كده بصراحه لما بشوف وده حقهم طبعا، لان ده جمهور في النهايه ما بيفكرش بالشكل ده. لما بلاقي ان جمهور يوفنتوس زعلان من ان رونالدو مشي في بدايه الموسم، يقول له يا عم ما انت رحت هو مانشستر يونايتد عملت ايه، ما هو برضه بصراحه الراجل عنده حق. يعني الراجل هو مش شايف اي مشروع واضح ليوفنتوس، لان يوفنتوس راح جاب اليجري. يعني طب ما هو يعني انت ضيعت سنتين في الهوا، طب ما هو اليجري كان موجود وكان بيوصل لك نهائي تشامبيونز ليج، فطبعا اليجري جاي في مهمه انقاذ. يعني اللي هيبص على سكواد يوفنتوس مش هيلاقيه يقدر ينافس على اي حاجه،
ولا حتى على الدوري الايطالي، ومستواه في الدوري الايطالي واضح والفرقه بتكسب، يعني هو 1-0 1-0 الكره بقى بتاعت أليجري. ف في دوري الابطال المفاجاه هنا مش انه يوفنتوس خرج، لان يوفنتوس ما خرج من اياكس وخرج من بورتو السنتين اللي فاتوا، المفاجاه ان انت رحت اسبانيا لعبت ماتش جيد الى حد ما صح، وعندك فلاهوفيتش الراجل يعني ابتدى من اول ثانيتين ليه في دوري الابطال بيسجل، فالمفترض بقى ان انت راجع تورينو هتلعب بقى كره اليجري أيوة. اللي هو بقى هنقفل ونجيب جول ونخطف لكن اللي حصل ان فياريال هو اللي لعب كره اليجري، يعني فياريال لعب ماتش دفاعي رخم، وانا يعني راجل شايف فياريال عمل ايه مع ريال مدريد كمان السنه دي في السيزون، فانا عارف ان هو فريق غلس. كنت تسالوني يعني كنت تسالوني قبل ما تلعبوهم. لا وامري كمان مدرب كويس يعني، دور الاندر دوج ده بالنسبه له من الادوار اللي بيهواها. انا ما حبيت امري ده خالص، بس لا مع ارسنال ولا مع باريس ولا مع اي فرقه. طب ومع اشبيليه؟ اشبيليه هو راجل واخد يوروبا ليج عدد كبير، اكبر اكتر مدرب اكتر مدرب خدها بطوله واخدها، فالحقيقه هو دور الاندر دوج ده بيستهويه جدا. و يعني رغم اني قلت ممكن ليفربول، يعني اكيد افضل ليفربول قبله على بايرن ميونخ عن مانشستر سيتي، بس لو سالتني من التير 2 تيمز يعني لا ما افضلش فياريال طبعا يعني صح، يعني اروح لاتلتيكو مدريد او اروح لبنفيكا وما اروحش لفياريال. طيب ما تيجي نلعبها، كتبت الثمان فرق دلوقتي عشان ما انساش حد منهم، وتيجي نعمل قرعه مع بعض بتاعت يوم الجمعه دي دلوقتي. تمام. مين اللي هيلعبوا مع بعض في دور الثمانيه؟ مين هيلعبوا ولا مين اللي احنا عايزينه عشان تفرق اصلا؟ يعني حطها في النص بقى، ده الذكاء، لو حطها في النص كده يعني مش انا اللي عايزه بس هو اللي هيجي. تيجي تسالني اللي انت عارفه اسالني في النص. هعمل نفسي مش شايف. دور الثمانيه مين يلعب مع مين؟ بص انا عايز بصراحه بقى ريال مدريد يلعب بنفيكا، بصراحه انا عيني منه من دور ال 16. ريال مدريد وبنفيكا. حلو. تمام. اخترت. كمل. علشان برضو نجيب حبيبنا هو عايز ليفربول واتلتيكو مدريد، نديله ليفربول واتلتيكو مدريد. عايز بقى بايرن سيتي بقى بصراحه. يعني انا عايز بقى اشوف ماتش بقى لسيتي في دوري الابطال بيلعب فعلا فريق بصراحه. انت عايز تضحي منهم بواحد عشان لما توصل للسيمي فاينال، انت عايز تضحي بواحد منهم وعايز اضحي واحد منهم وفي نفس الوقت بصراحه يعني اللي بيحصل مع سيتي ده ما شفتوش بيحصل مع اي فريق بصراحه يعني الحقيقه. وبياخدوا كمان يعني بيجوا مراحل الحسم بتاعه الدوري دي بيبقوا فرقه مريحه فعايز اشوف بصراحه تحت الضغط. ليفربول يعني. وفياريال. ليفربول لا واتلتيكو علشان اخونا نجيب. ده ليفربول واتلتيكو مدريد، ريال مدريد وبنفيكا، سيتي وبايرن، فاضل مين تاني؟ تشيلسي تشيلسي وفياريال. وتشيلسي وفياريال. صح كده؟ ده هو قال ماليش دعوه، هو مش معنى كلامه. خلاص عشان بس هنرجع بعد القرعة. هتزعلوا مني. هنرجع بعد القرعة. ريال مدريد وبايرن ميونخ. يا قلبك. مانشستر سيتي وتشيلسي. ده قلب ميت. فيا ريال واتلتيكو مدريد عايز ياخد الرباعيه. خلي بقى فيا ريال وبنفيكا. لا لا فيا ريال واتلتيكو مدريد واحنا هنضطر ناخد بنفيكا عشان ننقذ البطوله. ده عايز ياخد الرباعيه والله السنه دي، مش ممكن يعني. رغم ده مش اتيتيودي بس انتوا اللي اجبرتوني، انتوا اللي اضطرتوني ان انا اعمل كده والله. انت قلت لي ريال مين تاني افتكر؟ ريال مدريد بايرن ميونخ. اوكي. انا تقريبا شفت ماتشات لريال مدريد وبايرن ميونخ اكتر ما شفت الاهلي والزمالك. يا عم ده احنا بيلعبوهم كل. لا بس انا بس بقول لك ايه، لو خيرت حكم كده سفاره حكم كده عادي يعني. بقول لك ايه، لو خيرتني من بايرن وسيتي لا اخد بايرن. تمام يعني لو خلاص الدنيا سودت في وشي وهاخد واحد من الاثنين فناخد بايرن. انا مش عايز العب جوارديولا بصراحه. صح مش عايز العب بالظبط كده عشان لا وهو يعني انشيلوتي بالنسبه لجوارديولا هيبقى خصم مناسب. انا عايزه ياخد توخيل، عايزه يعاني. اصعب ماتش حقيقي اللي هيلعب تشيلسي،